اهلا اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم فيديو جديد من جهنم المائزه. ازيك اصحابي عاملين ايه؟ اصحابنا مبسوطين خالص من الالعاب بتاعتنا. أيوة. بيتفرجوا علينا كل يوم وكل يوم عايزين العاب جديده. النهارده فادي وهادي جايبين لهم لعبه جديده خالص. ايوه محدش شوفها قبل كده. ايه ده مكتوب رسم ايه ده؟ ايه ده؟ وايه الالوان دي؟ وايه اللي دي شرايط دي ولا ايه؟ بس ده رسم شكله غريب كده، حاجه جديده دي ولا ايه؟ انا عارفه هو ايه. ايه هو؟ تعالى يا اصحابي نفتحها ونعرف. طب تعالي بس نوريهم العلبه الاول. ماشي؟ ده عباره يا اصحابي عن بروجيكتور. يعني ايه بروجيكتور؟ يعني بتاع كده بتنور وبنحط فيها الحاجات دي. نحطها هنا. دي افلام، دي كذا فيلم كده، كل فيلم فيه 8 صور بنركبه في الجهاز. احنا عندنا 4 افلام، 1 2 3 والرابع راكب في الجهاز اهو. 4 افلام كل فيلم فيه 8 صور، يعني كل الصور اللي معانا النهارده 32 صوره. لما بنحط هنا ونشغل الجهاز بيقوم يطلع الصوره على الورقه. يعني عندنا ورقه بيضة فاضيه خالص، يقوم الرسم يقوم يطلع عليها الصوره دي منوره كده، نرسم احنا بقى عليها. عارفه لما يكون الصوره معموله نور كده على الورقه بنقوم رسمينها بالقلم كده على ايه، على الصوره يعني. فهمتي؟ الله، بس حلو قوي. وجايب لك هنا بيقول لك اجزاء الجهاز بيتركب ازاي وكده، وتحط الفيلم وتركبيه ازاي. طب الناحيه الثانيه تعالوا كده نلف يا اصحابي. بدر مصر شخص نفس الفكره، وجايب لك الافلام اهيت وبتركب فين وكده. طب احنا هنفهم اكتر لما نفتح العلبه ونشوف. ايوه يلا افتحي كده. ها ثواني، هي مقلوبه كده، مقلوبه كده، هتوقع الحاجه كده، توقع الحاجه. ثواني نقلب دي كده، شدي كده. أي الله، ايه ده؟ نشيل العلبه كده، هاتي كده وريني. الله 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 الله، ده جميل قوي الجهاز ده. تعالى نطلعه، ده تحفه. ده لسه هنركبه بقى، تيجي نركبه؟ تعالى اقصر. ده جميل خالص. بصي نجيب الجزء ده كده. وايه ده؟ ايه الحاجات الصغيره دي تحت؟ ايه ده الحاجات الصغيره دي؟ والجزء ده كمان نطلعه يا اصحابي. والافلام معانا اهي، معانا ده 1 2. طيب اطلعهم انا هركبها. ماشي. طب ثانيه واحده، عشان دي جامده فعلا. ثواني يا اصحابي لما اطلع الفيلمين دول كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هما جامدين ليه كده؟ مش عارف. استنى، ده جامده خالص. هنعمل دي كده عشان نعرف نطلعها اهي. 1 2 اهو طلعناهم خلاص. صعبه قوي. لا خلاص طلعناهم، نشيل دي بقى. بصوا بقى الافلام معانا اهي. هنحطها معانا دلوقتي. نركب بقى الاجزاء دي بتركب فين؟ هنا في الجنب هنا. طب نركب اللي عندي. ركبت انا دي خلاص، شاطره. والحاجات الصغيره دي بتتركب عشان نحط فيها الاقلام. استنوا كده. الله شكلها جميل خالص. نحط دي هنا، بس اضغطي عليها جامد، اضغطي عليها جامد عشان ما تتفكش. ثواني اوعي كده، اوعي دي كده. طيب هاتي. ماشي. ونحط دي كده كمان. الله شكلهم حلو قوي. ده شكلها ناقصه واحده هنا ولا ايه؟ طب يلا، ودول بيتحطوا فين هنا؟ ايوه ده 1. بعدين ماشي أي حاجة. 2 3 4. ركب دي بقى كده. ثانية واحدة. والجزء اللي فوق بقى ده بيركب فوق ازاي؟ طبعا هي فيها حجارة، مش عارف يعني بتركب فيها حجارة ولا. استنى كده. بتركب فيها حجارة. طيب وفي نور طالع اهو، بس طبعا ما بتديش شكل لسه لان ما حطيناش الفيلم بتاعها، صح؟ طيب نقفل دي، نركب دي هنا قصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ اهي خلاص ركبناها. طبعا احنا لو عملنا النور كده هيعمل لنا ايه؟ فاضي. طب تعالي كده نختار اول واحده. احنا عندنا 4 افلام صح؟ اول فيلم ده هو بيركب كده ولا مقلوب؟ بتالي مقلوب صح؟ اي حاجه. لا مش اي حاجه، استنى، هو كده مقلوب. حطها كده. لا كان الاول صح. كان الاول صح عشان نلف. طب استنى كده اهو. طب احنا عشان نظبط الصوره، هي مش راكبه كويس. اهي. الله، ايه ده؟ شفتي القرد ده؟ الله. بص
طبعا احنا لو لفينا الفيلم، ثانيه واحده شيل ايدك كده، لسه هنحط ورقه ونشوف. بنلف دي كده، الله، خروف ولا معزة، قصدي حصان، ايه ده، طور ولا جاموسه يعني، او بقره، اسد، الله 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 الله. دي كلها، وفيل، دي كلها حيوانات. استنى ما نشوف في ايه كمان، معنى ايه كمان، وزرافه ونمر. ورجع للايه، القرد تاني. طب تعالوا نشيل ده يا اصحابي ونحط التاني. الاولاني ده كله حيوانات صح، التاني ده يا ترى هيبقى فيه ايه؟ قطر، وبعدين اتوبيس، وبعدين اسعاف. ده طبق طاير، زي الطياره كده، ودي طياره، سفينه اسمها، لا لا، دي طياره، دي طياره، طياره بتطير. وده بتاع ده منطاد بيطير برضه، ودي غواصه بتبقى تحت الميه، ودي بتاع جرار، اللي زي الجرار كده، ده لودر يعني زي الجرار. والقطر تاني، دي وسائل المواصلات. يبقى اول واحده الحيوانات، وتاني واحده وسائل المواصلات. طب هاتي دي، انا متهيالي دي بتاعت حيوانات برضه. ده حصان البحر، شكلها حيوانات البحريه بتبقى في البحر، حصان البحر. كلها في البحر. وده ايه؟ اخطبوط. اخطبوط. وده سمكه. سمكه. ودي كابوريا. كابوريا، الله، شاطره. ودي سمكه. سمكه تانية، نوع تاني. ودي سحلفه. سحلفه. دي ترسه بقى، مش سحلفه، الترسه اللي تحت الميه، قصدي السحلفه اللي تحت الميه اسمها ترسه. شبه السحلفه اللي فوق الميه، بس ما بيبقاش لها رجلين، بيبقى لها ايه؟ زعانف كده، بتقعد تعمل بيها كده، مش ايدين تمشي عليها يعني. وحوت. الله. وكمان ده ايه بقى؟ شعاب مرجانيه. وصلنا البحر تاني. طب دي الحيوانات البحريه. خدي دي حطيها مكانها، وهاتي الخضره دي بقى لما نجرب. دي فاكهات. فاكهه؟ فاكهه وخضار؟ فاكهه. عنب. عنب. كريز. كريز. طماطم. طماطم. برتقال. برتقال جميل، الله. تفاح. تفاحه. أناناس. أناناس. كمثرى. بطيخ. بطيخ. عنب تاني. طب نرسم أول حاجة إيه؟ بطيخ. ولا حيوانات؟ لا، بطيخ. بطيخ. نرسم البطيخة؟ طيب تعالى. حلوة البطيخة. طيب البطيخة إيه يا أصحابي؟ طب جيب، هو مش هنلون على الترابيزة يعني؟ هنجيب، هقول لك أهو. طب يلا. هنجيب طبعًا ألوان، وهنجيب ورق أبيض. استنوا يا أصحابي. انا ورق ابيض كتير اهو، ماشي، هناخد ورقه عشان ورقه واحده بس، عشان نعرف نحطها هنا، نثبتها هنا، نخليها تحت الجهاز كده عشان نعرف نتعامل معاها. حاضر حاضر حاضر، ثانيه واحده. دي البطيخه اهي يا اصحابي، ماشي، ممكن نعملها شويه كده احلى، ماشي. هو في حاجه انا عايز اقول لك عليها بقى، اصحابنا مش عارفينها. إيه؟ طبعا البطيخه هنا صغيره، لو عايزين نكبرها نلف الزرار ده، استنوا كده، شايفين الزرار ده؟ كبرها. نلف كده. لا، هي كده كده ايه، على الاخر اهي كده، اقرب حاجه، استنوا كده اهو. طب اصغر حاجه؟ دي اصغر حاجه يعني، لو عملنا كده بتبعد بعيد، تقعد تكبر تكبر تكبر. شفتي البطيخه بتكبر ازاي؟ بقت كبيره خالص ازاي؟ اكبر حاجه. حلوه. استنى، ها اهي، بس طبعا الاضاءه بتبقى اقل بقى، شفتوا البتاع بيطلع لفوق والاضاءة بتبقى اقل. طب احنا عايزين نخليها واضحة قوي، ننزلها تحت، بس تبقى صغيرة مش مشكلة، نعملها صغيرة احسن، ماشي. خلاص يلا نعملها على صغير. ايه ده، ده حلوة جميلة كده. طب يلا عشان نلونها. طيب، طب تعالي الاول نطلع. طيب هنطلع الالوان اللي معانا كده، احنا معانا 12 لون، ودول المفروض ان دي لو دي موجودة يعني يبقوا 8. تعالوا نطلع الالوان بتاعتنا. هنحط طبعا ايه، ثانيه واحده، في لون لسه ما طلعش، طلع لون. تعالوا بصوا، نحط مثلا اسود، وهنا ازرق مثلا، خد الاخضر عندك الغامق ده، والاخضر ده والاخضر ده، وده هنا مثلا، ماشي. خدي البني واللبني، وعن الوان زياده المفروض في واحد هنا كمان طبعا، بس لو بتاع مش موجود، ودول زياده. طيب ماشي، هنحطهم بقى جنبنا هنا وخلاص يا اصحابي، جنبنا هنا. خلاص يلا. طب احنا رسينا الالوان بقى شكلها كده. بقول لك، حط مكانه، مش هتفرق كده كده، احنا مش هنحتاج الا اللونين بس، اخضر غامق واخضر فاتح.
ماشي نحطهم يلا حلوين. ماشي يلا هات الاخضر ده. لا ده 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 غامق. ما هو ده غامق. ده ده بني ما فيهاش بني اصلا. بصي ده اه بشوف عملت على ايدي ازاي. عامله على ايدي الصلع على ايدي. الله المفروض اللي هنا نرسم الاول. اه ما هي بالاخضر. بصي بالاخضر الغامق ده عايزه ترسمي بالاسود. اسود اهو خدي ارسمي كده الاول. يلا ارسم كده. ماشي ارسم لك انا. طب ارسمي انت يلا. ها الله شكلها جميل خالص. اعملي الدايره الاول وبعد كده اعملي الزرع اللي بره. ماشي انا بس اعمل. ها ايوه شاطره. ها شطوره خالص. ده بس دخل جوه شويه. مش مشكله يعني مش لازم بالظبط يعني خلاص. ورسمي ثانية ثانية انت حركت الورقة. حركت الورقة ثانية ما هي دي بقى بالاخضر الغامق ولا ايه ولا بالاسود برضه؟ اسود. طب اعمليها يلا. ها اسود. شفتوا يا اصحابي عملنا الخطوط كلها اهي الدايرة كلها والخطوط اللي جوه والورق ده رسمناه. ماشي لسه نلون بقى. طب يلا نلون. اه استني ده انا نسيت اعمل دي اللي هي الحاجات دي كده. بس يلا نلون بقى. طبعا انت بتساعدني صح؟ اه اعملي انت البطيخه من جوه وانا اعمل الورق ده. ده غامق اخضر غامق وده اخضر فاتح. ماشي لما نخلص طبعا هنوري اصحابنا بعد ما خلصنا بقى الرسمه شكلها بس من غير البروجيكتور. هنشيلها من البروجيكتور يعني. هتبقى جميله جدا ان شاء الله وهتعجب اصحابنا قوي. ونلون واحده كمان؟ لا دي كفايه بقى النهارده. ممكن بعد كده بعد كده بقى نوري اصحابي. ممكن طبعا يا اصحابي نعمل حيوانات واسماك و... وكل اللي احنا عايزينه. احنا وعربيات. ماشي لوني بعيد. لا اللي هي العربية وسائل المواصلات. انت نسيتي الاتوبيس وال... والعربيه والسفينه والحاجات دي الكلام ده. كده انا خلصت دي اهي. ماشي وانت كمان خلصي اللي عندك دي. الله اساعدك في اللي عندك ازاي؟ ناخد القلم منك شويه وكل واحد شويه لو زهقتي يعني ما تزهقي. ماشي مثلا وممكن تخلصيها اصلا هي مش هتاخد منك وقت ان شاء الله. شاطره خالص. انا يعتبر خلصت كده يا اصحاب. بلون كل حاجه. ماشي خلاص انا خلصت بده. رجعوا مكانه. تجيبيها اكمل لك؟ ماشي. ها؟ طب يلا. اه شفتوا يا اصحابي اللي متلونه شكلها ايه واللي مش متلونه لسه اهي. طبعا لما نشيل الاضاءه بقى هتبان اكتر يعني لما نشيل البروجيكتور. استنى عشان اعدل الورق بس اهي. يلا كملي. الله حلوه قوي. انت بتحب التلوين زي اصحابنا؟ ايوه. اصحاب سيمبا كلهم بيحبوا الالوان وبيحبوا التلوين والحاجات الجميله دي. الله شكلها حلو قوي. جميل البطيخه دي. انا جعت كده عايز اكل بطيخ بقى. وانا كمان. بس احنا في الشتاء لسه البطيخ ما طلعش بيطلع في الصيف. هنستنى بقى لما يطلع في الصيف يا اصحابي ونبقى ناكله. ماشي بص هقول لك على حاجه. ثانيه واحده اوريكي حاجه. هاتي كده. مش الوقت الخطوط بتاعه البطيخه كده اما تيجي تلوني لوني مع الخطوط كده كانك بتعملي نفس الخطوط اللي جنبها كده عشان يبقى الخطوط كلها في اتجاه واحد. ماشي كده. اه والتانية برضو اللي جنبها. يلا بس انا عايزك توري اصحابنا يعني. ايوه لوني من ناحيتي عشان اصحابنا يشوفوا. بس لا الخطوط بقى مع الخطوط. مش بعرف كده. هاتي اما اعملها من ناحيتي. البتاع الصورة راجع على ايدك اصلا. ها يلا كمل. يلا يا قربت تخلص اهي. شكلها حلو قوي. ها تعالى اما نطفي البروجيكتور بقى خلاص. الله شفت شكلها حلو ازاي يا اصحابي. دي كده من غير الصوره خالص. هاتي كده بقى لما ها يلا نلون شويه. ماشي تعالى يا اصحابي بقى نخلص دي كده. بصي لسه بس ده انت خلصتها كلها سايبه لي حته صغيره بتضحك عليا. الله دي شكلها جميل قوي البطيخه اللي انت ملونها دي. بصي يا اصحابي خلصت خالص اهي. ايه رايكم بقى في البروجيكتور الجميل ده؟ اه
بس بعد ما نخلص الفيديو. ماشي ماشي. طب انا عايزه اوري اصحابنا اكتبوا ازاي ولا اقول لك ايه؟ ها بصوا بقى. الله حلو قوي البطيخه دي. استني بقى كده شيل البروجيكتور ده. انت عملتي بطيخه جميل. الله شكلها حلو قوي تحفه. ايه رايكم يا اصحابي الصوره دي جايبينها من البروجيكتور؟ هدي كده القلم ازود بس حاجه اظبطها الحته دي كده. الله جميله جدا. وعارفه بقى لو عملنا حيوانات كمان هتبقى جميله قوي حلوه قوي. طب دلوقتي بقى احنا هنقول ايه لاصحابنا؟ اشتركوا معانا في قناه اصحابي وتسيبوا تكتبوا لنا تعليقات يا اكتر حاجه النهارده. اشتركوا معانا في القناه يا اصحابي، ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات البروجيكتور الجميل ده عجبكم ولا لا، وكمان التلوين اللي احنا عاملينه عجبكم ولا لا. وما تنسوش يا اصحابي تضغطوا على علامه القناه دي، هتلاقوها محطوطه هنا في الحته دي كده، اضغطوا عليها عشان تشتركوا معانا. او ممكن تلاقوا تحت الفيديو كلمه اشتراك باللغه العربيه او سبسكرايب بالانجليزي باللون الاحمر، اضغطوا عليها واشتركوا معانا. لو انتم مش عارفين تشتركوا يا اصحابي ممكن تخلي بابا او ماما يشتركوا لكم يعني عادي. او كمان يا اصحابي ما تنسوش تضغطوا على الجرس عشان اي فيديو جديد نعمله في القناه تعرفوا على طول ان احنا عملنا فيديوهات جديده. اهلا اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب، هيا نمرح هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. الله باي يا اصحاب، ما تنسوش تعملوا لنا لايك تحت الفيديو، وكمان ما تنسوش تبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابكم علشان يشوفوه يا اصحابي. يلا نقول لهم باي. الى اللقاء يا اصدقاء، مع السلامه يا اصحابي مع البروجيكتور الجميل. باي. الله حلو قوي البطيخه تحفه. باي.